هي أحدث أساليب القمع الإسرائيلية بحق الشبان في مناطق التماس شرق غزة. طائرات تصوير صغيرة تقذف الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. مهما يضربوا مش حيخوفنا ولا حيرعبنا أي الاحتلال اللي بيسويه، ومنقول لأي واحد مسلم ولا كل واحد قائد لكل واحد وزير إنه يتضامن مع الشعب هذا. جمعة الغضب 14 شهدت إصابات في صفوف المتظاهرين الذين أكدوا أن كلمتهم كانت وستبقى هي العليا في وجه الاحتلال. يراهن الفلسطينيون على استمرار تحركاتهم الجماهيرية ضد القرارات الأمريكية بحق عاصمتهم القدس مهما كلف الثمن. تحركات وإن تنوعت أشكالها وأماكنها إلا أن المشاركين فيها يجمعون على وحدة أهدافها. هذا الوطن. القوى الوطنية والإسلامية في خان يونس جنوب قطاع غزة أكدت تمسكها بالثوابت وعلى رأسها القدس في وقفة شارك فيها العشرات من المواطنين. نؤكد العالم أننا نرفض صفقة القرن بكل ما فيها من إجحاف لحقوقنا الفلسطينية والعربية والإسلامية، إذ نؤكد أن فلسطين أن القدس هي عاصمة فلسطينية لكل المسلمين والعرب، ولم تكن يوما من الأيام للكيان الصهيوني أي حقوق فيها. حركة حماس شددت على أن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس لن يغير من حقائق التاريخ شيئا. المطلوب هو وحدة الموقف الفلسطيني والبقاء في ميدان المواجهة المباشرة والمفتوحة مع العدو بكل الوسائل إلى أن يسقط قرار ترامب، وأن يدرك العدو الصهيوني والإدارة الأمريكية وكل الأطراف المتواطئة بأن المساس بقدسنا وبعدالة قضيتنا وبلاجئينا هي خطوط حمراء لا يسمى بنكبة فلسطين. ومع اقتراب موعد نقل السفارة الأمريكية يبدو الفلسطينيون أكثر تصميما على إبطال هذا القرار الذي يمس ثوابتهم ومقدساتهم. أحمد شلدان، غزة، الميادين.